انت اليوم تسأل ربما على اشياء ما عندها ولا علاقة مع كرة القدم وانت راك في اطار رياضي. هذا ما يثير حفيظة بالماضي في كل مرة، وحتى نقولوها بصريح العبارة ونتحمل مسؤوليتها باش نقول يعني كل احترام للصحفيين حتى بالماضي يعرف ما نقولوش ما نشملوهاش كامل، لكن يعرف مستوى صحفيين، لهذا في كل مرة يجاوب بطريقة يعني اللي نعرفوها كامل، ما عدا ربما تجد بعض القلة القليلة تاع الصحفيين كي يطرح أسئلة بالماضي يجاوب باحترام لأنه يعرف مستوى صحفي والسؤال مستوى السؤال اللي يطرحه الصحفي. لكن أنا أقول لك يجب هذه المصالحة اللي تكلمت عليها هي في صالح الكرة القدم الجزائرية.